السلام عليكم مستر فرحان، توريا مسعوده من سفير بودكاست جورنال الكترونيك. عندي سؤال ما يخص الجاليه الجزائريه المتواجده في مقاطعه يوان. شفنا اليوم يعني قولوا في الليل على بارتير دو 1 دو ماتان طالب جزائري مقيم بمدينه يوان نشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يستنجد بالسلطات الجزائريه لاجلاء الطلبه الجزائريين. يقول انه السفاره اتصلت بهم وطلبت انها توضع قائمه اسميه ومناطق تواجدهم، لكن لحد الان لم يتم الاتصال بهم لاجلائهم. هم متخوفين يعني من انتقال الفيروس، ويقول ان على هذا الحل لازم يغادروا على الاقل شهر هذه المنطقه، وهما طلبه يعني حيكون اجراء خاص بالنسبه للطلبه للتغيب تاعهم. شكرا. يعني هذه قضية ما تخص فقط طلبة جزائريين. هناك تعاون مع وزارة الخارجية لإجلاء الرعاية. هذا المشكل كل بلدان حاليا، لأن في مدينة ووهان فيه يعني عدة جامعات، وهذا المشكل هذا طرحه حتى بعض البلدان الأوروبيين اللي عندهم طلبة في هذه المقاطعة هذه تاع موباي، وخاصة في بلدة يوهان. يعني هذا راي في الدراسة كيفاش يخرجوا، لأن حاليا في الكارون واحد ما يدخل في المدينة هذيك وواحد ما يخرج. في الصين راهي تعمل كيفاش يعني راح يكون يعني عوده الطلبه نتاعهم. يعني فرنسا دارت يعني هضرت على هذا المشكل، وحنا ثاني يعني كل طلبه يعني عده بلدان مهتمين بهذا. ولكن احنا الخارجيه الجزائريه عندها معلومات فيما يخص هذا الطلبه، وراح ناخذوا يعني نشوفوا يعني مع هما يعني طلبة لازم تكون تعاون مع وزارة لانسينمون سوبيريور التعليم العالي والبحث العلمي، وأيضا مع الخارجية الجزائرية باش نصيبوا يعني حل لهذا المشكل. ولكن هو مشكل كل البلدان اللي راهم موجودين في هذاك المكان، بحيث كما قلت لك سي لا كارونتين، يعني شفتوا يعني ما يخرج من تما واحد ما عندما تكون ظروف لائمة يعني باش يكون خروج تاعهم.